لدى صديقنا فريد كثير من الأصدقاء الذين يحبونه ويحبهم، وهو مع ذلك لا يجد مانعاً من أن يصادقه آخرون. واليوم سيغدو لفريد أصدقاء جدد، ولكن سيحدث ذلك بعد سوء تفاهم. رائع! لا أصدق أن هذا الشاطئ لنا وحدنا. ألا تظنان أنه أكبر من أن تتقاسماه وحدكما؟ ما رأيك أن نسمح لهما بالبقاء؟ ما الذي تقوله يا فريد؟ بالتأكيد سنسمح لهما بالبقاء، فلديهما الطعام. والآن يا دبدب، لنرى من سيصل إلى البحر أولا. فريد، لقد انطلقت قبلي. يا صغار، لا تبتعدا عن أنظارنا. فريد، انظر ما الذي وجدته. ماذا؟ هذه، إنها أصداف رائعة. ضعها قرب أذنك لتسمع هدير البحر. لم أسمع شيئاً، فهذا البحر يصدر كثيراً من الضجيج. لنستخدمها في بناء قلعتنا. حسناً. هذه الصدفة تصلح لأن تكون باباً للقلعة. وهذان الحارسان. الحاكم يريد أن يعلم من الذي أكل فاكهته. لنبحث عن السارق. هيا هيا بنا، حان وقت الغداء. عصافير بطني تزقزق. انتظرني يا شره. انظر، هناك من دمر قلعتنا. ترى من يكون؟ وقد أخذ جميع الأصداف أيضا. انظر، إنها آثار أقدام. نعم، ولكنها آثار أقدام غريبة. مهما تكون هذه الآثار سترشدنا إلى اللص. هيا اتبعني يا دبدب. إنه مكان جيد لنخبئ فيه غنيمتنا. غنيمتنا؟ ما قصدك؟ هكذا يتحدث القراصنة عن الكنوز. إذا هما من أخذ الأصداف. علينا أن نخبئها جيدا. لا تقلق، ستكون في أمان في مخبئنا السري. هيا لنستعد أصدافنا. حسنا، لنهرب بسرعة. اختفت أصدافنا. لا تخف، أعلم من سرقها. لنبني قلعتنا في مكان بعيد. نعم، سنبنيها في مكان لا يزعجنا فيه أحد. هذه هي الراية. سأضع حارسا هنا كي يحرس قلعتنا. هذه القلعة أجمل من القلعة السابقة. أجل، أنت على حق. لنبحث عن قطعة خشب لبناء الجسر المتحرك. ما رأيك أن نحضر بعض الكعك لحاكم القلعة؟ وهل لها حاكم؟ نعم، أنا. ماذا؟ أنت نحيم جدا. لا، من فعل هذا؟ ومن غيرهما؟ إنهما سرطانان. لا أثر لهما. مشكلة، ولكني أعرف مخبأهما. هيا بنا يا دبدب. هيا أسرع في إخفاء آثارنا. حسنا، أنا أسرع. أنا آسف. هيا لنتفقد المكان. لا أرى أصدافنا هنا. أصدافهما؟
وأنا لم أجدها أيضا. إذن لم يعد أمامنا سوى أن نبني قلعتنا من دون أصداف. انظر إنها أصدافنا. توقفا أعيداها. علاها ثانية. من الآن فصاعدا سيبقى واحد منا قرب القلعة. وما العمل إذا أردنا أن نسبح؟ معك حق، ليس أمرا ممتعا أن تذهب للسباحة وحدك. وجدتها، دعنا نبني قلعتنا قرب المكان الذي يجلس فيه والداي. فكرة جيدة، وعندئذ سيحرسان لنا قلعتنا. لا. مرحبا، كيف حالكما؟ ماذا سنفعل الآن؟ انظر هناك، لنبني قلعتنا في تلك الجزيرة. فكرة ممتازة، لنستأذن والداي. حسنا، لن يجدان سرطان الماء هناك. كيف تسير الأمور؟ على ما يرام. أيمكننا اللعب على تلك الجزيرة؟ أتقصد والدك؟ لا، بل الجزيرة الأخرى، تلك التي لا تشخر. نعم، ربما وجدتما كنزا. سبق أن وجدناه، ونحن في حاجة إلى مكان آمن جدا. رائع، إنها جزيرتنا. نعم، وهي أكثر أمانا من الشاطئ. حسناً، لنضع أصدافنا هنا ولنذهب للاستكشاف. وأخيراً وصلنا إلى اليابسة. تعبت؟ آسف. احسب حسابك ألا تتعب في طريق العودة، فلن أحملك أنت والأصداف معاً. انظر، المكان جميل جداً، لنذهب للاكتشاف. سأرتاح أولاً ثم أتبعك. لا مشكلة أيها المعلم، سأبحث عن سارقي الأصداف ثم أسلمهما إليك. ماذا؟ ربما قبضا عليه. لا، لم يفعلا. أين أنت؟ هنا، وقد وقعت. لقد أخفتني، هيا اخرج من هنا. لا أستطيع ذلك، فأنا عالق هنا. هيا أمسك بملقطي. حاول ثانية. هيا لا تخف، أكاد أمسك بك. سأذهب لإحضار من يساعدنا. لا أرجوك، لا تتركني وحدي هنا. لا تخاف، لن أتأخر. إذا كان هناك من يحتاج إلى المساعدة، علينا مساعدته. صحيح، حتى لو كانا من سرق أصدافنا. اسمع، لننسى عداءنا معهما ولنقدم إليهما العون. أجل، أنت على حق يا فريد. مرحبا. لا تقلق، سنخرجك خلال ثوان. هل أزحت معي تلك الصخرة؟ أنت بخير؟ نعم، شكراً. لم أكن أتوقع أن تقدما إلينا يد المساعدة. ولما لا نفعل؟ لأنكما سرقتما أصدافنا. ماذا؟ أصدافكما؟ تلك الأصداف لنا، نحن من وجدها. ألم تجداها مكومة؟ بلى، نحن من بحث عنها وجمعها في كومة. فريد، يبدو أننا نحن من ابتدأ المشكلة. يبدو هذا، آسفان.
ونحن آسفان أيضاً لأننا دمرنا قلعتيكما. كان علينا أن نتحدث إليكما أولاً. يبدو أن كلينا كان مخطئاً. ما رأيكما أن ننسى ما حدث في الماضي ونبدأ تعارفنا بأسلوب صحيح؟ مرحباً، أنا اسمي دبدب وهذا صديقي فريد. أهلاً، ونحن سرطان الماء. أهلاً بكما. أتلعبان معنا؟ فكرة جيدة. أجل. حسناً، لدينا بعض الأصداف، هل تريدان بناء قلعة؟ نعم، هيا. لدى صديقنا فريد كثير من الأماني التي يرغب في تحقيقها، فهو مثلاً يرغب في السفر على متن سفينة تمخر في المحيط، وهذه أمنية سهل تحقيقها. ولكن ما العمل إن كانت الأمنية صعبة المنال؟ انظر يا فريد، هذه الغيمة تشبه السفينة، وهذه تشبه الديناصور، وهذه تشبه الطائر. ها قد أتى صديقه. ما أجمل الطيور وهي تحلق عاليا. أتعلم يا فريد، لطالما رغبت. بماذا؟ لا شيء. أكملي كلامك. حسنا، لطالما كنت أحلم بأن لا تهتم، إنه شيء سخيف كنت أفكر فيه. هيا يا صديقتي، أخبريني به ولن أعده سخيفا. حسنا، في بعض الأحيان كنت أحلم بأن أطير. هذا ليس حلما سخيفا، فإن كنت ترغبي في ذلك ثقي بأنك ستفعليه. شكرا لك يا فريد. لماذا؟ لأنك لم تسخر مني، فلو بحت به لغيرك لسخر مني، فكيف يطير حلزون صغير؟ قال والدي إن علينا أن نحترم أحلامنا حتى لو كانت كبيرة، وبهذا نحققها. وما حلمك أنت يا فريد؟ حلمي؟ حلمي أن أصبح رائد فضاء وأصعد إلى المريخ، وعندئذ سأكون أول السلاحف وصولا إلى سطح المريخ. تريد الطيران إلى المريخ؟ رائع، إن تحقيق حلمي أسهل بكثير من تحقيق حلمك، فأنا أريد أن ألمس تلك الغيوم. هاي فريد. ها؟ انظر إلي، ما الذي تفعلينه؟ أحاول الطيران. انظر يا فريد، أنا أطير. أأنت بخير يا حلزونة؟ هل رأيت؟ لقد طرت في الهواء مدة ثانية تقريبا، وكان ذلك بسبب تشجيعك لي يا فريد. أنا؟ نعم، فأنت من قلت لي إن علي أن أسعى لتحقيق حلمي، ولكن علي أولا أن أجد هضبة مرتفعة. أتعلمين؟ يسعدني أنك تسعين لتحقيق حلمك، ولكن لا أظن أنك ستنجحين، فقط إذا وضعت بعض الريش على قوقعتك. معك حق، علي أن أغطي جسمي كله بالريش. حسناً، لدي طريقة أكثر أماناً من طريقتك هذه. لديك طريقة أفضل؟ رائع، فبمساعدتك يا صديقي سأطير خلال وقت قصير جداً. أترين؟ إنه يشبه المنطاد، ولكنه يناسب حجمك. انزلي، وهذا المنطاد سوف يوصلك إلى الغيوم. شكراً لك. أنا مستعدة للإقلاع يا فريد. 5، 4، 3، 2، 1. غريب، لماذا لم يقلع؟ بسبب ثقلك، سأحضر نفاخة أخرى. ما الذي فعلته؟ إنه يطير من دوني. لا بأس، يمكننا صنع واحد غيره، المهم أننا نثق الآن بأنه يطير. صحيح، ولكن هناك مشكلة علينا أن نفكر فيها. كيف سأنزل إلى الأرض؟ أنت محقة، لم يخطر هذا في بالي. ما رأيك الآن؟ رائع. مرحبا يا أصدقاء، ما الذي تصنعه يا فريد؟ أصنع مظلة. مظلة؟ صغيرة بالنسبة إلى حجمك.
تعالي يا قندس، سيساعدني فريد على الطيران. ماذا؟ ما أعلمه أن الحلزون لا يطير. هذا ما تظنه يا قندس. فريد، لن تفعل شيئاً يؤذي الحلزونة. بالتأكيد. فريد، أنا مستعدة للطيران. ماذا؟ ستطير على طائرتك الورقية؟ إنها أسخف خطة رأيتها في حياتي. إنها تريد تحقيق حلمها. أعلم، ولكن هذا الحلم سيحطم لها قوقعتها، فماذا ستفعل حينئذ؟ ماذا تفعل عندك يا فريد؟ أنا مستعدة للإقلاع، ولا تنسى مظلتي. هيا يا فريد، أخبرها بالحقيقة، فالحلزونات لا يمكنها أن تطير. حلزونة، أريد أن أخبرك شيئا مهما. لا، لا تقل لي إنك لن تساعدني على الطيران، فهذا حلمي. إنه قلق عليك، فقد تؤذي نفسك. ولكن أنت من قال لي إنه علي أن أسعى إلى تحقيق أحلامي. صحيح، قلت لك هذا الكلام، ولكن عندما فكرت في الأمر وجدت أن ما نقوم به خطر جدا عليك. وأيضا يا فريد، وأيضا علينا القيام بطيران تجريبي كي نضمن سلامتك يا حلزونة. نعم، كلامك هذا الصواب. إنه يوم مناسب للطيران. نعم، آمل أن تكون رحلة موفقة. طاب يومكم أيها المسافرون. قائد الرحلة 4500 يتحدث إليكم. رجاءً اربطوا الأحزمة استعداداً للإقلاع، وشكراً لاختياركم خطوط فريد الجوية. انظر إليها يا فريد، ترتفع عالياً. سأمد الحبل أكثر. لا يا فريد، لا تفعل ذلك، فقد حلق مسافرك ما فيه الكفاية، وأظن أن دوري حان. تستطيعين ذلك، فقد نجحت رحلتنا التجريبية. ما هذا؟ يبدو أن الريح غيرت اتجاهها. هذا رائع. أرأيت؟ لا خوف ما دمت ترتدين مظلتك حتى لو وقعت من الطائرة. يبدو أن القندس كان على حق، فالحلزون لا يستطيع أن يحلق كالطيور. لا، لا تيأسي، يمكننا أن نجرب شيئا آخر غدا. لا يا فريد، لن أفعل. شكرا لك. فريد، انظر بمنظارك من النافذة وسترى كوكب المريخ في الفضاء. لا أريد. يبدو أنك فقدت اهتمامك بالفضاء. نعم يا أبي. ولكنك كنت تحلم أن تصبح رائد فضاء. ما الذي جرى لك يا بني؟ هيا أخبرني. علمت اليوم أن هناك أحلاما كبيرة يصعب أن تتحقق، كحلم حلزونة في أن تطير محلقة في الجو. وإذا كانت الحلزونات لا تستطيع أن تطير، فالسلاحف أيضا لا يمكنها أن تصعد إلى الفضاء، ولهذا لا أريد الانجراف وراء الأحلام. اسمعني يا بني، الأحلام الكبيرة تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين لكي تتحقق، ولكن إن تخلينا عنها فلن تتحقق أبدا. لا يا أبي، أنت تقول هذا الكلام كي لا أيأس. هذا صحيح، فأنا أريد أن يبقى حلمك حيا، فما قيمة المرء إن تخلى عن أحلامه؟ وحلزونة تستطيع أن تبقي حلمها حيا؟ في الواقع أظن أني أعرف صديقاً يستطيع أن يساعد الحلزون على تحقيق حلمه. حقاً؟ شكراً لك يا أبي، شكراً. على عيني. أبي، لا أرى أحداً هنا. لا تقلق، سيصل قريباً. أسمع صوتاً ما. صوت طائرة. انظر يا فريد، إنها في الأعلى. رائع، ستهبط على الأرض. ما هذا؟ حلزونة؟ حسناً، والآن سأعرفكما صديقة الأسرة، الآنسة حلزونة، وهي قائدة الطائرة. مرحباً. أنت
قائدة طائرة؟ نعم، عندما كنت في مثل عمرك كنت أحلم بأن أطير، وكان أصدقائي يسخرون مني ويقولون لا يستطيع الحلزون أن يطير. وهذا أيضا ما قاله صديق لي. لا يا عزيزتي لا تصدقيه، فأنا كما ترين الآن قائدة طائرة وأحلق في الجو. ولم تتخلي عن حلمك؟ كان أبي يقول لي دائما إن علي أن أتمسك بحلمي كي أنجح في تحقيقه. حسنا، أخبرني أبو فريد بأن هناك من يرغب في الطيران. أنا أرغب في الطيران. ما رأيك أن نذهب في رحلة جوية؟ نعم بكل سرور. أنا لا أصدق هذا، أحلق في الفضاء. يا إلهي ما هذا الذي أراه؟ حلزونات تطير؟ أبي، هل تظن أنني في يوم ما سأحقق حلمي وأصعد إلى سطح المريخ؟ نعم يا بني، إنه حلم رائع.